ولي ايوه هنا يا ابني وسع. خلينا نزق الغلس. ودلوقتي يا جماعه عندنا مع تحديات الوامبا اليوميه. عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ يلا بينا على تحديات الوامبا. تحديات اليوميه، اكمل بطوله امتياز، يبقى كده هو اعطاني البطوله، مش محتاج انا اختار. اجمع 20 من فاكهات الوامبا في سباق اونلاين، ماشي. نفذ 10 من القفزات التسريعيه في شخصيه ميجومي، تمام. اكمل رحله الغسق خلال اقل من 3 دقائق و20 ثانيه، تمام. اكمل تحدي سي تي ار في رحله الغسق. يبقى رحله الغسق هنجيبها، هي كده كده في بطوله الامتياز رحله الغسق، فكده رحله الغسق ده تحدي سي تي ار، ماشي. يبقى تحدي سي تي ار واوصل في اقل من 23 ثانيه واعمل 10 قفزات تسريعيه بميجومي. يلا بينا. جبت رحله الغسق وتحدي سي تي ار، هوبا، وجبت كمان ميجومي. ولا حرف الاس اهو السي. تعالى يا وامبا. هاها حرف التي، ماشي. خلي اللفه الجايه. حلو جدا. حرف الار. يا سلام. حلو حلو حلو. ولا ايه؟ طبعا القفزات التسريعية دي مطلوبة برضه. اوه ايه ده؟ ماشي ما جاش، بفضل اللفة الأخيرة. ولا ايه؟ ليه كده؟ ولي. حلو حلو حلو. ولي هي هي، مش شايل السرعة عشانه. خبط، مش مشكلة. المهم ادخل في اقل من 3 دقايق و20 ثانية واعمل 10 قفزات تسريعية واجمع السي تي ار. تخيل كده انا عملت كل حاجة. شوف بقى كده عملت ايه بالتحديات. يا سلام. يلا بقى ندخل على الاونلاين بعد كده بطولة الامتياز. يلا بينا على الاونلاين. طيب انا جبت بطولة الامتياز وبرج الزمن. الاونلاين عندي فيه مشكلة في النت فهأجله. طبعا هنجيب شخصية مين؟ كورتكس الكلاسيكي. هوبا. حد في التعليقات برضه قال لي العب بكورتكس، فهو يا عم جبت لك كورتكس. مش أي كورتكس كمان، الكلاسيكي بالعربية الكلاسيكية، بكل حاجة كلاسيكية. ولا ايه؟ هوبا. وي.
اه انا عامله على السرعه، انا قلت الانعطاف بتاعه حلو ده. نسيت اللي انا عامله على السرعه مش على الانعطاف. ماشي مش مشكله. يا سلام يا سلام. اوه حلو جدا. مين اللي حط الازاز دي هنا؟ لا تضحك علي انت كمان. ولي هوبا ها ها، انا الافضل بين الجميع. يلا بينا حتى توكسايد هوبا. وسع يا ابني. وي لا كورتكس مش عارف العب بيه الصراحه، مش متعود كده عليه. ولي يلا بينا. يا سلام. يا راجل خد السرعة يا راجل، احس لو بطيء قوي كده. اه بس فلوكو خلاص ماشي. بس التربو لايزر مش مديله سرعة ولا حاجة. ايه يا عم منين السرعة؟ يلا ماشي. اه ولي هوبا. خير ولا بورتكس علي. انا الافضل بين رحلة الغسق هوبا. ابتعد عن طريقي. ولي
ما خدتش الاختصار الترم فضل معايا. حلو حلو، بس انا حاسس ان هو بطيء برضه بالتربو الازرق، ولا انا اتعودت على التربو الازرق ولا ايه؟ اه يا غبي، ان انا لو عملت فرملة هيروح، فمضطر اجازف واعمل كده. ماشي، حلو 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 حلو. وانا كابتن هطول كده برضو. حلو حلو، اوبا راح اللي بعده. الافضل بين الجميع، حديقة الديناصورات. هوبا، بس عيب، تعالى هو ولا ولا يا سلام. خد السرعة دي، أجل. حلو، يا لهوي. ايه بياخد السرعة وينزل برضو، مش عارف يبقى انا ما لعبتش غير بالبطريقة عدل الصراحة، باقي اللعيبة كلها مش عارف ما مش جاية معايا ليه. حلو حلو، يا سلام. بجدار وانا الاول يا جدعان، عيب يا جدعان كده. ايه ده ايه ده، السرعه راحت خالص. ماشي، ولا ايه تمام، ولا ولا حيل. ايوه ايوه هنا، يا ابني وسع، خلينا نزق الغلس. تمام كده خلصت البطولة، وفاضل بقى الاونلاين، هشوف بقى انا وحظي بقى النت اشتغل ولا لا. يلا نجرب. طيب ما علينا، واضح ان في مشكله عندي في النت بقى، فمش راضي يجمع خالص، ولا حتى يقول لي فشل ولا اي حاجه، ولا كانه موجود خالص يعني. ف
فللاسف بقى كده خلاص خلص فيديو النهارده من غير التحدي الاونلاين، بس واستنوني بقى في فيديو جديد ان شاء الله. يلا سلام.